فرمضان شهر العتق من النار، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء من النار عند كل فطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لله عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذه الدعوة فوق عتقه من النار، فكل عبد يعتق من النار له مع عتقه دعوة أخرى مستجابة، نسأل الله أن نكون منهم. وفي سنن البيهقي أنهم في كل ليلة عند كل فطر من أيام رمضان 60,000. فإذا كان يوم العيد وهو يوم الجائزة أعتق الله عز وجل فيه مثل ما أعتق في سائر الشهر، أي عن كل يوم 60,000، أي 30 مرة. هذا فضل واسع من الله. فإذا أردت أن تكون من هؤلاء، وقد ذكرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الصالحين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وها قد أنعم الله علينا حاضرين ومشاهدين ومستمعين وشاهدين، من علينا بأن بلغنا رمضان، فماذا نحن فاعلون فيه حتى نحقق العتق من النار؟ ذكر العلماء استنباطا من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا من فعلها كان من العتقاء وحرم الله جسده على النار، منها حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد، لن يلج النار، لن يدخلها أصلا، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي واظب على صلاتي الفجر والعصر.